ما مثل ما عم بقول لك اكبر انجاز عملته تيلي ليبان لما عرضت المونديال عندها هي انه صرت اعرف وين تيلي ليبان على الريموت على التلفزيون. مين بيقولها؟ مرحب، اسمي وسام كمال. اذا هلا انا بقول لكم انتقال او تيلي ليبان، اول نكته بتطلع براسكم هي انتخابات 2018. بكره بيعرضون بال 2050 في مسلسل جديد نازل هلا بال 2018. يعني بكره بيعرضوا تيلي ليبان على بال 2050. ربح نبيه بري رئيس مجلس النواب بال 2018. بكره بيعلنوا عنا تيلي ليبان بال 2050. ان شاء الله دائما يعلنوا عنا على الاخير، يعني على دائما كل سنه 2060 70. خلينا نكون واضحين، هذه النكته ما حتموت، رح يضل في اي بشر حيطلع اي ايفنت يصير هلا حيقولوا ايه ما بال 2050 حتصير تيلي ليبان تعرضها. ففكرت انه ليه ما بنبرم حول نكته تيلي ليبان؟ ليه ما بنعمل شيء هلا بال 2018 بس يكون ريليتابل بال 2050 تالتالي اللي بوان تعرضه ويكون شيء كتير مع الوقت؟ طالما انا بحب الكوميدي وبكتب كتير جوكس، قررت اكتب كم جوك يلي هني فيتشرستيك جوكس يلي هني بيكون ريليتابل او بينفهموا بال 2050 بس طالعين من هلا 2018. فشباب وصبايا وتالي اللي بوان، هودي هني النكات يلي ريليتابل بال 2050 بس معمولين بال 2018. Ladies and gentlemen, welcome Wissam Kamal. مرسي. روبو شيف انطوان اليوم عمل كريب الشاكالا. وقف لي سيرفيس قال لي لوين واصل القمر؟ قلت له على المريخ. قال لي اطلع. ظهرت مع ايلين على العشاء، ام طلعت بعيوني وقالت لي قلت لها انا كمان. روبو فات على الدكان، ام قال له للدكانجي مرحبا عندك بطاريات؟ ام قال له لا، ام قال له وزير الطاقة أعلن إنه الكهرباء حتصير 24 ب 2055. مريم نور كانت عم تتعشى بمطعم مع كائن فضائي، قام صارت تصرخ على العالم تقول لهم كله قمح كله قمح كله قمح. قام قال لها كائن الفضائي، قال لها حياتي ما هو أجر صينة. في روبو عايدت على ابنها من بعد ما تحمم، قالت له نشف حالك منيح أحسن ما تصدق. حيطان فايتين. مسي نحضر هذا الفيديو، اذا عندكم شيء ثاني على بالكم احكي فيه حطوه بالكومنتس تحت، لايك وشير القصص مال الطعمه، سبسكرايب واحضروا زياده عندي بالشانل لانه موجودين يقبلنا الله. وعلى فكره اذا على بالكم تكتبوا نكت مستقبليه للتيلي ليبان حطوهم بالكومنتس او حطوهم على هاشتاج نكت مستقبليه للتيلي ليبان، هيك انتم كمان فيكم تبعتوا نكت ليعرضون التيلي ليبان. وبشوفكم قريبا. اوكي يلا باي، برنا الله.